مذبح السيدة العذراء بكنيسة السوريان. داخل الهيكل الأوسط لكنيسة السوريان يوجد المذبح الذي يرجع تاريخه لعام 1830 ميلادية، وبكل تأكيد هو مكان مذبح آخر قديم، وتعلوه قبة مقامة على أربعة أعمدة من الخشب، وبين العمودين الشرقيين نجد صورة تمثل السيد المسيح وهو في القبر، وهي أيقونة غاية في الجمال، تمثل السيد المسيح وهو مستلقي داخل القبر، وأسفل الحجر نجد ملاكين ممثلين بملابس حمراء واضحة اللون وكذلك باللون الأصفر، وتقف في الوسط السيدة العذراء وهي ترفع يديها إلى أعلى وترتدي رداء أزرق عليه وشاح أحمر، وعلى جانبيها من الجهتين نجد ملكين يليهما تلاميذ السيد المسيح على الجانب الأيمن، والمريمات والنسوة حاملات الطيب على الجانب الآخر، وعند رأس السيد المسيح نجد تمثيلا ليوسف الرامي، وعلى الحوائط الأربعة للأيقونة نجد لوحات للإنجيليين الأربعة وهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كذلك توجد مجموعة من الطاقات الجصية التي بها زجاج ملون جميل الصنع ترجع إلى القرن العاشر الميلادي.